أصحابي الأعزاء طلاب مدارس هبة الله، نستكمل مع بعضنا شرح لمادة التربية الإسلامية للفصل الدراسي الأول، ونصل لشرح درس حديث أفضل الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقراءة نص الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أو رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. نص الحديث: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. إذن عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال أو أكثر الأعمال التي يحصل بها الإنسان على أجر عظيم من الله تعالى، فقد عدد لنا النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أعمال. هذه الأعمال إذا قام بها الإنسان يبتغي بها الأجر من الله عز وجل، ينال بها الأجر العظيم، ومنها دخول الجنة. العمل الأول: الصلاة لوقتها. والمقصود بالصلاة لوقتها أي أن يؤدي المسلم الصلاة على وقتها المحدد، ولا يصليها قضاء ولا يؤخرها عن وقتها. إذن أول ما أسمع المنادي يقول الله أكبر الله أكبر، نداء الصلاة، أترك كل شيء بين يدي وأتجه إلى أداء إلى القبلة لأداء الصلاة. إذن الصلاة لوقتها. ثانيا: بر الوالدين. والمقصود ببر الوالدين حسن التعامل مع الأب والأم، التذلل للأم والأب، معاملتهما معاملة حسنة، معاملة طيبة، أظهر دائما لهم الجانب الخير، الجانب الحسن من شخصيتي، أفضلهم على غيرهم بكل الأفعال وكل التصرفات. وثالثا: الجهاد في سبيل الله. والجهاد المقصود بها بذل النفس والمال، أن يضحي الإنسان بنفسه وبماله. لماذا؟ لإعلاء كلمة الله تعالى، والدفاع عن الوطن والنفس، وطلب العلم، والسعي على رزق الأولاد وتربيتهم. إذن الجهاد أن يضحي الإنسان بالنفس، يقف في صفوف المقاتلين للدفاع عن الأمة الإسلامية، وبالمال أن يدفع ماله كما كان يفعل الصحابة لتجهيز الجيوش. الهدف من الجهاد إعلان كلمة الله تعالى، وأيضا الدفاع عن الوطن. ويعتبر طالب العلم الذي يذهب ليتلقى العلم يجاهد مجاهدا في سبيل الله، والأب والأم الذي يخرج كل يوم لطلب رزقه ورزق أولاده أيضا يعتبر مجاهد في سبيل الله. راوي الحديث الشريف هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو سادس من أسلم من الرجال، وهو أول من جهر في قراءة القرآن الكريم عند الكعبة المشرفة، فهو أول من قرأ القرآن الكريم على سماع قريش بصوت مرتفع عند الكعبة المشرفة، الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن بصوته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. والمقصود بابن أم عبد هو الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن موضوعات الحديث:
تحدث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن ثلاثة أمور: الصلاة لوقتها، وبين أنها أفضل وأحب الأعمال إلى الله عز وجل وأكثر الأعمال التي يلقى الإنسان بها الأجر هي الصلاة على وقتها. ثانياً، بر الوالدين والتلطف والتحبب إلى الوالدين والتحدث معهما بصوت منخفض والتذلل إلى الوالدين لفضلهما العظيم على الإنسان. ثالثاً، الجهاد في سبيل الله تعالى. لنطرح سؤالاً، هذا السؤال يقول: أذكر بعض المظاهر التي تدل على بر الوالدين، كيف تكون أنت باراً لوالديك؟ من مظاهر البر مساعدتهما في الأعمال: لا أترك أمي تقوم بأعمال البيت سواء كنت ذكر أو أنثى، الأصل أن أساعد، أن أقدم المساعدة لأمي حباً لها وبراً بها، أساعدها في ترتيب البيت حتى لو كان عملاً بسيطاً. أيضاً الإنصات إليهما عندما يتحدثان، وأجعل صوتي دائماً منخفض أمامهما، لا يكون صوتي أعلى من صوت والدي، أنصت إلى كلامهما كاملاً، لا أقاطعهما أثناء الحديث، هذا من باب التذلل والبر بالوالدين. وثالثاً، عدم التأفف وإظهار الضيق لهما. إذا وجه أبي إلي أمراً أو أمي، أوف، الله عز وجل قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ويقول المفسرين: لو كان هنالك كلمة أصغر من أف لذكرها الله عز وجل حتى لا تكون يعني اعتراض على طلبات وأوامر الوالدين. نصل إلى سؤال آخر: لماذا فرض الله تعالى الجهاد على المسلمين؟ القتال في سبيل الله عز وجل، ودفع المال في سبيل الله عز وجل. لماذا؟ لجعل كلمة الله عز وجل هي العليا، لإعلاء كلمة الله تعالى، ولحماية الأمة إذا تعرضت لأذى، لاحتلال، لخطر، والدفاع عن الوطن. يضحي الإنسان عندها بنفسه، بماله، ليدافع عن دينه، عن وطنه أمام أي اعتداء أو أي أذى قد يتعرض إليه. طيب، من المسؤول عن الجهاد في سبيل الله؟ متى أخرج أنا للجهاد وللقتال؟ كل دولة هنالك مسؤول، ولي أمر، رئيس الدولة هو الذي يحدد حان وقت الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. إذا لا يخرج الإنسان على رأيه، والله أنا رأيت شيء بالنسبة لي خطر، لا، الرأي المهم هو رأي ولي الأمر ورئيس الدولة، لأن أمر القتال أمر فيه مسؤولية، فيجب أن يكون من إنسان مسؤول في الدولة، وهو ولي الأمر أو رئيس الدولة أو من يجعله رئيس الدولة ينوب عنه في هذا الأمر. وكما قلنا، فإن الخروج لطلب الرزق ولطلب العلم يعتبر في من نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل. نصل الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول: أرتب الأعمال الآتية حسب ورودها في الحديث الشريف. حسب نص الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأعمال هو ماذا؟ الصلاة لوقتها، وثم بر الوالدين، وثم الجهاد في سبيل الله. من القصص التي تذكر على هذا الأمر، رجل
جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستعد إلى القتال، إلى الخروج للقتال وإلى المعركة، فقال له: يا رسول الله، أريد أن أخرج للقتال معك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أم؟ ألك أب؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن والديه، فقال: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد، يعني اذهب إلى أمك، اذهب إلى أبوك واخدمهما، فخدمتهما أعظم من الجهاد في سبيل الله تعالى. السؤال: أبين رأيي في كل من المواقف الآتية. ألف: كان ثائر يتابع مباراة كرة القدم، فلما نادى المؤذن لصلاة الظهر توضأ وخرج إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة. هذا موقف صحيح، هو يعلم أن أفضل الأعمال الصلاة، فالصلاة أولى من المباراة. رفعت ياسمين صوتها وهي تحدث والديها، هذا عقوق للوالدين، عدم احترام، فهو موقف خاطئ، يجب أن تخفض صوتها برا بهما. جيم: وضع عليه جزءا من مصروفه في أحد صناديق التبرعات لإعمار المسجد الأقصى، المسجد الأقصى أولى القبلتين، فهو موقف صحيح، يجب علينا المحافظة على المسجد الأقصى والدفاع عنه، علما أن المسجد الأقصى يتعرض للاحتلال من اليهود، فيجب علينا جميعا أن ندافع عنه. أبين معنى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية تتحدث عن الإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيل الله تعالى، الجهاد بالمال وبالنفس، وشبهها الله عز وجل بأنها تجارة عظيمة تنجي الإنسان من العذاب، فهي تجارة رابحة. إذن تبين الآية الكريمة أهمية الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، ووصفها الله تعالى بأنها أعظم تجارة، فهي وسيلة للنجاة من النار والفوز بالأجر العظيم وبالجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة يا رب. هكذا انتهى الدرس، أتمنى أن نتعلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال، ونحرص على أداء الصلاة على وقتها، ونبر والدينا قدر المستطاع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.